إذن كما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، الطائرة المقلة لنائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وحاكم إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بوصوله إلى المطار الأميري لتقديم واجب العزاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في هذه الأيام الحزينة. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، يصل في هذه اللحظات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ويرافقه الشيخ خالد العبدالله الصباح رئيس المراسم والتشريفات الأميرية، ومتجهين مباشرة إلى القاعة الأميرية لتقديم واجب العزاء بفقيد الكويت الكبير وفقيد العالم سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواها. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، يرافق الضيف الكريم معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح، يرافقون الضيف الكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وحاكم إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. أيها الأخوة والأخوات، في هذه اللحظات يصل الضيف الكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ويقدم واجب العزاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، معالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، معالي الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، والشيخ حمد صباح الأحمد الصباح، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء،
ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، وعدد من الشيوخ الكرام. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، نتابع وإياكم وصول نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى القاعة الأميرية، والتقائه بحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، معزيا بوفاة حكيم العالم سمو الأمير الراحل طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. لا شك أيها الأخوة والأخوات، العلاقات الكويتية الإماراتية علاقة عميقة تاريخية لا تؤطرها الكلمات، فهي ممتدة لعقود ومتجذرة في أجيال متعاقبة. يصف هذه العلاقة الحزن الذي خيم في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمجرد إعلان نبأ وفاة سموه رحمه الله، فشاطرون الأحزان وآلمهم ما آلمنا. إن الإرث الثقافي والاجتماعي وأسس الروابط بين دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها والمكان الكبير التي حظي بها فقيدنا في قلوب أشقائنا تجعل المصاب واحد والألم واحد والعزاء واحد. ففقدنا فقدهم كيف لا، وسموه رحمه الله في عيون شعبه قائد استثنائي كما هو في عيون العالم. إن مسيرة النهضة التنموية التي رعاها سموه طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وحرصه على إرساء قواعدها في دولة الكويت ورسم نهجها وحدد أهدافها، هي عامل من عوامل علي شأن الكويت بين الدول. فكان سمو الأمير الراحل رحمه الله حريصاً على أن تواكب الكويت التطور العالمي في كل الميادين. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، يغادر الضيف الكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعد تقديمه واجب العزاء، ويرافقه في هذه اللحظات معالي وزير شؤون الديوان الأميرية الشيخ علي جراح الصباح. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، بهذه اللحظات وبمغادرة الضيف الكريم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبرفقته معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، بعد تقديمهم لواجب العزاء بفقيد الكويت الكبير وفقيد العالم سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.